نعم، الحكومة يجب أن تسيطر على الأمن في العراق، وهذه العمليات عمليات غير مرغوب بها لصالح العراق، فلذلك الحكومة عليها أن تأخذ يعني وضع أو موقف صارم في وقف مثل هذه العمليات. إن الذين لا يحبون هذه المطاعم، وأنا لا أحب بعضها أيضا هنا وأقاطعها، فإن لديهم سبل يعني سلمية للمقاطعة، ويستطيعون المظاهرة ضد هذه المطاعم وإيجاد بديل عن هذه المطاعم. إن العمليات التخريبية ليست هي الطريقة المثلى لإعطاء الصورة السليمة للعراق في خارج العراق.